لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قاعدة قرآنية عقدية نزلت قبل 14 قرنا، ولا تزال معانيها تتجدد لأهل الإسلام في كل زمان. هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرة، تلك السورة التي تحدثت بالتفصيل عن حقيقة أهل الكتاب واليهود بشكل أخص لكونهم يسكنون المدينة. ونزول هذه الآية كما أشار إليه جمع من المفسرين جاء عقب مرحلة من محاولات النبي صلى الله عليه وسلم لتأليف اليهود لعلهم يستجيبون وينقادون لدين الإسلام، فجاء هذا الخبر القاطع لكل محاولات التأليف التي كان يمارسها معهم النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في شأن اليهود يجد أن إسلام الواحد منهم يكون في غاية الشدة، يكون عسيرا جدا، يعني قل أن تجد يهوديا يغير دينه، قل أن تجد يهوديا يسلم، أو قل من النادر أن ترى ذلك، لأنهم يرون أنفسهم الشعب المختار، وكل من سواهم لا يستحق الحياة، ليس أهل الإسلام فحسب بل سائر الأجناس. قال الطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. يعني سبيل رضا اليهود وأهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوتهم إلى الإسلام، هو إسلامهم. لا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك، كما أنهم دوما يتعادون ومتعادين، فكذلك لن يجتمعوا على الرضا بك إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وهذا مما لا يكون أبدا، لأنك شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، إلى آخر كلامه رحمه الله. والمتأمل لما تتضمنه هذه القاعدة ينظر أن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها وعيد عظيم لمن اتبع أهواءهم، وهذا يبين لك خطر ذلك. قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وتأمل كيف قسم الله تعالى الأمر في هذا الأصل العظيم إلى قسمين: هدى وهوى. فالهدى هو هدى الله، وليس وراء ذلك إلا اتباع الهوى. لذلك الذي لا يتبع الشرع لابد أن يتبع الهوى، لا ثمة قسم ثالث، إما أن يتبع الإنسان الشرع وإما أن يضله الشيطان فيتبع الهوى والعياذ بالله تعالى. وهذه القاعدة المحكمة قالها وأنزلها الذي يعلم السر وأخفى، والذي لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه، لا حاضرا ولا مستقبلا. الذي قال هذا الكلام هو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول محمد رشيد رضا رحمه الله: هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره، ولا تزال مضطردة في أمته من بعده، وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية فحاولوا إرضاء بعض الدول بما دون اتباع ملتهم من الكفر فلم يرضوا عنهم، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها،
حتى لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم. وللأسف مع وضوح هذا النص القرآني المحكم فإنك لا تتألم من تشكيك بعض المسلمين بهذه الحقيقة، وهذا التشكيك يأخذ صورا شتى، تبدأ من التشكيك في كون هؤلاء كفار أصلا، وهذا للأسف تجده في عصرنا حينما تسمع بعض الناس يقول هؤلاء ليسوا كفار، هؤلاء أهل كتاب، لهم دين ولنا دين. نحن لا نعترض على كونهم أهل كتاب أو أن لهم دينا ولنا دين، ولكن ما حكمهم في دين الله؟ ما حكمهم في القرآن؟ ماذا سماهم الله؟ قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من يكذب الله ما حكمه؟ ومن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ من يسب الله كيف حكمه؟ قال الله عز وجل في الحديث الصحيح شتمان ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي أنه يقول أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد، فالذي يشتم الله عز وجل كيف لا يكون كافرا؟ إذن هذا من الأصول الواضحة التي لا ينبغي الخلاف فيها ولا يجوز الخلاف فيها ولا التشكيك فيها، ولكن حينما تجد بعض أهل النفاق يتكلمون في هذه الأمور تجدهم يحاولون تحطيم هذا الأصل، التشكيك في كونهم كفار. والله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هم نعم لهم دين ولكنهم حرفوه، لكنهم كفروا بالله عز وجل. وتنتهي عند المطالبة بالتماهي والاندماج التام معهم في مسخ واحد أو في مسخ واضح لأصل، في مسخ واضح لأصل من الأصول الكبار ألا وهو الولاء والبراء. يريدون أن يندمج وأن ينماع أهل الإسلام مع هؤلاء فلا تعود تفرق بين مسلم وكافر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ما قال أنه أخا لغير المسلمين. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولم يفرق هؤلاء بين ما يصلح أن يؤخذ منهم ويستفاد في أمور الدنيا وبين اعتزاز المؤمن بدينه وتميزه وتمايزه بعقيدته. نحن لا نمنع من الأخذ بأمور التقدم والتطور عنهم وعن غيرهم، ولكن هذا أمر وأمر العقيدة أمر آخر. وإن المؤمن وهو يسمع أمثال هذه الكلمات الفجة لا يتساءل عن هؤلاء الكتاب الذين يحملون أسماء إسلامية، ألم يقرأوا قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا؟ ألم يتأملوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين؟ ألم يسمعوا هذه القاعدة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ هذه شهادة من الله على أعدائنا بما يريدون منا وما يحاولونه من صدنا عن ديننا، فهل بعد شهادة الله من شهادة؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن يقينا بهذه القاعدة المحكمة، فمن الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الشاه المسمومة؟ إنهم اليهود، وظل يجد أثرها حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. من الذي سمى جملة من الخلفاء المسلمين الذين كان لهم أثر في ضعف شوكة اليهود أو النصارى؟ لقد غر بعض هؤلاء المتحدثين بما ذكرناه آنفا كونهم يتعاملون مع بعض الأفراد من اليهود والنصارى فلا يجدون منهم إلا تعاملا جيدا كما يقولون، وهذا واقع من بعض الناس الآن، تجده يقول والله ما رأيت مثل هذا الرجل الكافر النصراني مثلا أو كذا معاملة تفوق معاملة المسلمين، وهذا لا يعني أنه أفضل من المسلم، هذا كافر مهما فعل، طالما ظل محادا لله ورسوله مكذبا لله ورسوله فهو كافر مهما فعل. ولا يمكن أن يقاس المجموع على الأفراد، ولا يمكن أن نكذب قول الله عز وجل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا يمكن أن تحكم بهذه المعاملة على أنهم أفضل من المسلمين، لأنه ربما يتجمل لك، لأنه يريد أن يوقعك في هذا الشرك، يريد أن يجعلك تمدحه وتذم إخوانك من أهل الإسلام. لا تغتر بكونهم يحسنون التعامل معك أو يعاملونك معاملة جيدة،
وهذا قد يقع لكنه لا يمكن أن يكون قاضيا على هذه الآية، على هذا الخبر المحكم من الله الذي قال الله فيه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لا تقل هو يحبني وهو رضي عني، أنت بذلك تضاد هذه الآية. الآية تقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فكيف أنت تدعي أنهم يرضون عنا؟ ذلك أن العلاقة الفردية قد يشوبها شيء من المصالح، هو بيدور على مصلحته في الحقيقة، أو تكون هناك حالات استثنائية، فإذا جد الجد ظهرت أخلاقهم على الحقيقة. وكلنا يتذكر، ولعل الكثيرين قد نسوا، قصة ذلك الغلام الصربي الذي اغتصب امرأة فوق 60 من أهل البوسنة، وكانت المرأة تبكي وتقول أنها هي التي ربته. لكن لما نشأت الحرب وكانت حربا عقدية، رأينا ما كان منهم من الإجرام في حق أهل الإسلام في البوسنة والهرسك، وعدد القتلى وتلون الأنهار بلون دماء المسلمين، بل كانوا يستخسرون الرصاص في المسلمين فيذبحونهم ذبح الخراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحديثنا عن هذه المعاني لا يعني أنهم لا يجوز أن يتعايشوا معنا، ولا يعني أننا نؤذيهم ولا أن نقتلهم كما يفعل أهل الإجرام وأهل البدع، لا، بل لن يجدوا حياة أفضل ولا أكرم من العيش في ظلال حكم الإسلام، ولن يجدوا العدل إلا في ظل دولة الإسلام. ولكن نحن نتكلم عن أمر عقدي، المسلم أخو المسلم، لا يجوز للمسلم أن يود غير المسلم ولا أن يحبه، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا؟ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا لا يمكن أن يوجد ولا يجوز من المسلم أن يفعله. وأن يذهب إليه في عيده مثلا يهنيه، كيف تهنيه على شعائر الكفر وهو مثلا في بعض الأعياد يحتفل بموت الرب ثم قيامه من الأموات؟ أنت كيف تشاركه في ذلك وكيف تهنيه على معاداته لربه سبحانه؟ لذلك لابد من وضوح هذه المعاني العقدية. ثم نقول بعد ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن الإحسان في المعاملة وجواز البيع والشراء معهم وإحسان الجوار أمر، والبغض القلبي والعقيدة القلبية أمر آخر. ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين، وما فعله إخوانهم وأبنائهم في فلسطين وأفغانستان والعراق، وما حرب غزة الأخيرة إلا أكبر شاهد ولا ينكره إلا من طمس الله بصيرته عياذا بالله. نسأل الله أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.